الأسواق من باريس، المدينة اللي نحبها، العاصمة الأحب لقلبي في أوروبا. حنشوفوا أماكن مش شايفينها قبل في باريس، وحناكلوا أكل خاصة سويت في باريس. تعالوا معاي في هذه الجولة. حاليا أنا في شامبس إليزي، مكان الأروع تتمشى فيه صيف ولا شتاء. الجو صقع، حرارة 9، بس زحمة، أجواء كريسمس. بيير إغمي، طلبت هذه البوش دي نويل بس صغيرة، قالت لي لازم تجربها. طلبت هذه الماكرونز بيستاتشيو وزهر الليمون بيستاتشيو وشوكولات وباشن فروت. فرنسا لما تطلبوا قهوة يجيبوا لكم معاها مية بالبلاش. أشمل عديد، أشوف الطبقات، لوز، فانيلا، كراميل، كيك، روعة. هذه بنتها زي عبامبر في ليبيا بالضبط، عبامبر بنتها لذيذة. يا الله ما كنتش حناخدها هذه، بس طعم الباشن فروت طاغي عليها بشكل لذيذ. هذه هي الدوميلفوي 2000 طبقة، وهذا المبنى هيكون فندق لوي فيتون. بس حبيت كيف مدايرين الشكل لما يبنوا كأنه بوكس لوي فيتون. في الليل غير عن في النهار، الليل كله أضواء، المحلات تفتح لـ8، في اللي يفتح أكثر، المقاهي تقعد أكثر. بوشون كان من المفضلين عندي، بس حاليا المحل والله صغير لأن نقل من المكان اللي غادي في نهاية الشارع كان، وجولي مبنى جديد ولا فندق فوق ومن تحته المحل، والمحل صغير. في فرنسا تلقى حد يغني في وسط المترو. هذا هو لو بون مارشي، أول مرة نجيه صراحة. صراحة عجبني لو بون مارشي، زينته أكثر من باقي المحلات. دائرة المرور هذه هي الأشهر، الناس كلها تجيب تصور. شوف الطابور، نركب لفوق، يلا بينا، أول مرة نمشي لها في حياتي. تمشي تحت الطريق باش تطلع من الجهة الثانية. تقدر تجوب البلاش بس تشوفوه من تحت، لما تشوفها من بعيد بتحساش في هذه الضخامة. الحمد لله طلعنا، لما عندك تذكرة تخش دايركتلي، فاشر تذاكركم اونلاين، لان في واحدة لها ساعتين وهي تستنى. تخيلي ساعتين تستنى وانا دايركتلي جيت على الطابور. الحمد لله جبت حاجة صح اليوم. التذكرة حقها بس 13 يورو، فما تشروهاش من مواقع ما هيش أفشل. اشروها من الموقع أفشل، حيطلعكم على جوجل مش أول شيء بعد الدعايات. أنا نحسبها فيها أسانسير، طلع الأسانسير ولا شيء، بتركب كلها دروج تنزل دروج. احنا حاليا مش في القمة، شوف احنا وين، هنا وما زال بنركب لفوق. كنا في محل داخل الارك دو تريومف، يلا نمشوا للتيرس. واو واو واو، شوفوا هنا اللي كنت جنبه، طلعت من المترو اللي هنا وكنا نسمع فيه توا، ينسمع بس صوت بعيد. برج ايفل، صراحة تجربة ننصحكم بها.
روعة. خاصة تحس حتى في الليل حيكون حلو. أنا جربت هذا التلسكوب بس هو يوريك شيء يعني في الواقع، هو يوريك فيلم تسمع بالسبيكرز يحكي لك يا أما تشوف فرنسا حاليا يا أما تشوف باريس في الماضي. الجو جميل يعني تخيلوا الحرارة ممكن 7 توا، جو صقع. طابور الحمام أطول من طابور القوس. هو النزلة. تعرفوا إن كل يوم الساعة 6:30 في عرض تحت قوس النحل، عرض للجنود اللي ضحوا من أجل فرنسا، وتوا حنشوفه مع بعض. يلا. المارشي دي نويل او الكريسماس ماركت. شربة البصل الفرنسية الشهيرة. نجربها. مالحة بس تدفي. بس شوفوا تشورز كيف يدفع. في أكشاك ومحلات يبيعوا في كل شيء. حبيت. هو عنده ضفادع. ضفادع من يبي ياكل؟ انا خاطري نجربهم بس مش توا. طلع بدخان من البرد الجو. هذا عنده جبنة راكليت سويسرية. هذه البطاطا المشوية شكلها لذيذة بالبهارات. تحس كأنك مدير في الحوش. كريب بس يكون مالح. كل اللي حصلته بالشوكلت. نبي شيء مالح مش محصل. زد تحت برج إيفل في ماركت حتى هنا. شي ماشي ماشي في الماركت دايما جيت راحي طلعت برا من كتر الزحمة. مش عارف زي اللي على الشربات تاني. أجواء الشانزليزيه آخر الليل ديما تجي هذه الفرخة يعني سبحان الله من 5 سنين هم قاعدين لها توا. كيف في السلة أو شيء بس ياخذ فلوس كل الناس تمشي. بس أكيد يطلع فلوس لأنه من 5 سنين قاعدين يديروا في هذا الشيء. جاليري لافايت مشهور بزينة الكريسماس كل سنة. قبل ما كانش فيه مدايرين زي الجسر تقدر تمشي تشوف بس لازم تحجز ومفيش أي حجوزات. حجزوا لي هم جاليري لافايت كلمتهم فأعطوني حجز. شوف الناس اللي تستنى. طبعا انا لما حجزت في فرنسا قلت خلينا نمدد باش نحضر راس السنه هنا، فطلع ان ما فيش عرض او ما فيش شيء على برج ايفل. كنا في شارع شانزليزيه بس طلعونا من الشارع لين ما يفضوه بعدين تدخل بالسكيورتي مش فتش سماطي وكل شيء. التفتيش والمشي 26,000 خطوه 3 ساعات مشي. دخلونا داروا تفتيش. صراحه انا نفضل هذا الشيء امن للكل. لازم
هذا فايز بجائزة أفضل كرواسون في سنة 2023، فلازم نجرب الكرواسون عنده. طابور، بس يبيع في كل شيء مش بس كرواسون، عنده حتى برجر. معظم المخابز في فرنسا هيكي، عنده كل شيء. الناس تجي تتغدى عنده، تفطر عنده، تتعشى عنده. خذيت من الفي برفيوم وبرفيوم تاني، درت له ريفل. ف هذا الكيس الابيض تقدر تطلبوه منهم، او هم حتى ممكن يقولوا لكم يفضل انكم تحطوه، مش لان بس مطر، لانه يحط لك كيس هذا المطر، بس افضل من حيث الخنبه. يعني لو حد شافك ماسك كيس لي براند او شيء، انت معرض اكثر للخطر. ولو حابين جولي مول في باريس في نص العاصمة، ويستفيد فروم ديزال، خيار حلو لأنه في عدة أماكن، عدة محلات، وسط السنتر، محطات المترو، محطات قطار، كل يجي لي عنده. في سوبر ماركت مونوبري زحمة، على طول زحمة لأنه مربوط بكل خطوط القطار ومترو. أنا ممكن جاي شوبينج بس شوف عشان شريت. صراحة عندهم أشياء مختلفة. فيه قهوة لفيريرو روسي حاليا بنوريها. بالشوكو بيرشي تحسن فوق أنا. هذا نفس المخبز اللي مشيت له لأفضل كرواسون. هو هنا أشوف وش عنده هنا. هذا فرع 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 جاليري لافايت. يعني نشوف السالمون داخل والبشاميل والجبنة لذيذة. كنت ناكل في صلابة وعد تجي ريحة طير خسة شط على وجه نمرة، حرام. ما عرفتش شو بنقولها، درت روحي ما شفتش وخلاص. باريس حلوة في الليل، مدينة الأضواء زي ما يقولوا عليها بالضبط. شوفوا هذه الشعلة، هي للأميرة ديانا، مكان اللي صار فيه الحادث. واحد الناس قاعدة تجي في الورد لتوا. وهذا هو الجسر أو النفق تحته وين ما صار الحادث. حتى اسم هذه المنطقة بلاس ديانا. حنمشي لقمة برج إيفل، تخيلوا لأول مرة حنمشي هذه السنة، هذه أطول من قمة برج إيفل. أول مرة حنمشي لبرج إيفل من فوق، مع إني 9 مرات جاي لفرنسا، بس هذه حتكون أول مرة حنركب لفوق، لأن قبل ما أعرفش ليش ما فكرتش إني نجي، بس المرة هذه قلت يلا نجربها. واليوم هو آخر يوم لي في باريس، فإن شاء الله هذه جولة عجبتكم في باريس. يا ملوخي وبدت المطر تصب. شوفوا قداش ما ضخم المطر، بدت تصب أكثر كل ما نقربوا للمدخل، تصب أكثر وأكثر. دينا تخيل اللي جاي أول مرة باريس
حلمه هذا المكان، لان يعني هذا اكثر شيء الناس تحب تشوفه، وهيك يكون الوضع. خاصة اللي مش جايبينه على مظلة، ما نعرفش تجيلي فرنسا ما تجيبش معك مظلة في الشتاء. خلو ما تنكسرش مظلتي. شوفوا هذا زعلان، اللي وراه زعلانة، هذه فرحانة فرنساوية عايشة هنا تقدر تجيها متى ما تبي. الله المنظر، المنظر عجيب، بس بالنهار يكون في شو هادي. كمية الهواء الناس مش قادرة تمشي. بسبب الريح اليوم طلع ان القمة مسكرة، فلهذا السبب احنا حاليا في الدور الثاني. في محل هنا اكيد لازم نشرب منه. بتشري التذاكر، اشري تذاكر طابق ثاني مش بس الطابق الاول، لان الطابق الاول زي ما شايفين في سياج فصعب التصوير فيه، بينما الطابق الثاني تقدر تصور بسهولة اكثر بدون حواجز. حاليا نزلنا للطابق الاول، ما كنتش حننزل بس لما الشمس طلعت قلت خلينا ننزل. شوف الارضية هنا زجاج، الحديقة حيكون فيها الالعاب الاولمبية، حيكون في ملعب في الحديقة ان شاء الله نجاها. فانا ناقص. هذه بعد كل الحلويات في باريس. كان الفيديو اليوم من العاصمة اللي نحبها باريس. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ديروا لايك وسبسكرايب للقناة. شكرا هلبا.